السلام عليكم. الو، السلام عليكم شيخ مصطفى. انا مش سامعه صوت حضرتك قوي، بس انا عندي ثلاث عليكم اسئله. السلام ورحمة الله وبركاته. اول حاجه، انا لسه لابسه النقاب وعايزه ارفع اعرف صوتي اذا يا كنت اخوان انا شوية. لابساه على اساس ان هو سنه مش فرض، هل يجوز ليا ان انا اقلعه في بيت اهل زوجي قدام ابو زوجي واخوه ولا لا؟ في بيت اهل زوجي بس، مش اكتر من كده. وعايزه اسال في حاجه تانية، لا، اما والد هل لو انا بحس بشيء من يعني بحس ان انا متضايقه شويه او زعلانه شويه من ضيق الرزق، هل ده تعتبر قله رضا مني؟ مع ان انا الحمد لله بحمد ربنا وعندي حسن ظن كبير في ربنا ان هو ييسر الحال قريب. والسؤال الثالث، هل انا لو امي او اي حد بياخد بفتوى الناس اللي هي بتحلل فوائد البنوك وناس اللي بتقول البنوك الفلوس فيها حلال وكده، هل هي تشيل الوزر قدام ربنا، تشيل الوزر لو هي بتسمع للناس دي ومقتنعة ان فتواهم صح، لو هي مشيت على رأيهم تشيل الوزر ولا لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أما عن خلع الأخت النقاب أمام والد زوجها فلا بأس أن تخلع النقاب أمام والد زوجها، فهو من المحرمين عليه على التأبيد. أما أن تخلع النقاب أمام أخي زوجها فلا يجوز لها ذلك فيما أختاره من أقوال العلماء. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحم الموت.